مبدئيا قبل ما ابدا اللي المفترض هقوله باكد على حاجتين، ان تحالف الوفد المصري اللي موجود المقعد بتاعه على الشمال باحزابه، حزب الوفد، حزب المحافظين، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الاصلاح والتنميه، حزب الوعي اللي هو بتاع المهندس اللي هو رئيس حزب رئيس نادي الاهلي محمود طاهر، تم دعوتهم لمن له على موقعه الرسمي مقر، وصلنا للمقر بتاعه، لمن له فاكس ارسلنا للفاكس على الفاكس، لمن له ايميل ارسلنا على الايميل. ايضا تحالف الجبهه المصريه باحزاب مصر بلدي، المؤتمر، حزب الجيل الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري، مصر الحديثه، مصر الحريه اللي مقعدهم فاضي برضه، نفس الحكايه، اتبعت لمن له على موقعه مقر او فاكس او ايميل. تحالف التيار الديمقراطي، نتكلم عن حزب الكرامه، حزب الدستور، حزب العدل. نتكلم عن تحالف التيار السادتي، المهندس محمود، المهندس محمد عفت السادات. نتكلم عن تحالف تحيا مصر، ارسلنا لهم بالايميل فقط. هذه الاحزاب اليوم كان من المفترض بتحالفاتها التي لم تتمكن الى هذه اللحظه من الاتفاق لصالح هذا الوطن او التوافق لصالح هذا الوطن على قائمة موحدة للتيار المدني، والتي ستنافس بلا شك التيار الاسلامي ممثلا في، وهذا ما هو جديد ليس فقط في قوائم حزب النور، وانما المصريين التابعين للاخوان المسلمين القادمين من دول الخليج العربي والغير مسجلين على قوائم الامن المصريه، يعني لن يتم اكتشافهم ان هم اخوان او تيار اسلامي تابعين لجماعه الاخوان المحظوره. كنا ارسلنا للجميع للتوافق الوطني على ما يلي: مجرد حضورهم والجلوس على طاوله توافق وطني كان كل تحالف من التحالفات الخمسه سيحصل على 50 مقعد من الفتره من المجلس القادم، ايضا بالاضافه لذلك 100 مقعد للتفاوض بقياده او تحت اشراف نقيب فلاحين مصر ورئيس الهيئه الاستشاريه العليا لتحالف المستقلين الحاج محمد صبحي الدبشي.